وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. بعد التحية أستاذ أكرم، يعني بداية، كيف تقرأ هذا التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة؟ والحقيقة يعني التعديل يعني سبقه كلام كتير، يعني يمكن امبارح كان فكرة الناس اللي قاعدين يخترعوا أسماء وكده، لكن التعديل يرتبط بالوزارات الخدمية واستكمال فكرة الإصلاح. وطبعا يعني كل الوزراء اللي مشوا بيستحقوا الشكر لأنهم قاموا بدورهم في أوقات مهمة من تاريخ البلد يعني، واشتغلوا بطريقة أو بأخرى. يعني احنا عندنا وزير التعليم الجديد جاي من وزارة التعليم، والحقيقة الدكتور طارق شوقي قام بدور مهم، واحنا عارفين انه قد ايه ملف التعليم مهم وكان عليه تراكمات كتيرة. النهاردة ما في أمل أنه وزير التعليم الجديد يستكمل فكرة تطوير التعليم والتغييرات اللي حصلت في السنوات اللي فاتت، لأن التعليم كان معانا كثيرا في عقود طويلة، يعني في مشروع للتطوير أعتقد ده مشروع دولة، فالوزير القادم من المهم أنه غالبا هيطور أو يضيف على هذا الأمر. نفس الشيء في باقي الوزارات، فإحنا بنتكلم على في ملف الصناعة أظن مهم، الصناعة والتجارة، والتجارة الخارجية أو الداخلية، والتصنيع والصناعة ده ملف في غاية الأهمية ومطروح طول الوقت، ارتباطا بقطاع الأعمال برضه مرتبط بنفس الملف، الإنتاج الحربي. يعني احنا بنتكلم على الوزارات اللي مرتبطة بشكل رئيسي بالخدمات وبمشروعات التطوير وبالبنية الأساسية، والصناعة مطروحة بشكل كبير بجانب الزراعة وبجانب مشروعات التنمية. إذا احنا بنتكلم على القوى العاملة وأهمية انه يبقى في سياق عام سواء توفير فرص عمل أو إعادة تنظيم الحدود الدنيا والقصوى أو تنظيم السياق مع التنمية المحلية، نفس الشيء مع كمان وزارة التنمية الإدارية اللي احنا بنطور التطوير الإداري والمحلي وغيره. فاحنا بنتكلم على يعني وزارات، الوزراء السابقين أدوا دورهم في حاجة لأنه يبقى فيه كمان تطورات جديدة. في وزارة الصحة اللي طبعا وزير الصحة هو كان وزير التعليم العالي وقائم بوزارة الصحة، هو طبيب أساسا، وأظن أنه خلال السنوات اللي فات دكتور خالد عبد الغفار قام، يعني خلال الشهور اللي فاتت قام بدور مهم في القيام بعمل وزارة الصحة، أعتقد أنه يكمل في هذا السياق مع وزير جديد للتعليم العالي في بداية سنة. يعني هذا ما أكد عليه أيضا يعني سيادة الرئيس بأن التعديل الوزاري سيمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطنين. ما المتوقع من الوزراء الجدد الفترة المقبلة برأيك؟ أنا أعتقد أنه سواء الوزراء أو المحافظين، وأظن أنه ممكن يبقى فيه تعديلات وتغييرات في حركة المحافظين، أعتقد أنه ده يعني من المهم. إحنا أعتقد الدولة والحكومة بتبذل جهد كبير في السياق ده، وبتحاول يعني توضح وتصارح الشعب طول الوقت بالتفاصيل. عشان كده دايما بنقول ايه، لا داعي لاننا نستند لكلام بره او ناس بتخترع او بتهبد او كلام من هذا النوع، لكن المهم ان احنا نركز. اولا احنا كان في جائحه كورونا اللي مرت الى حد ما بسلام وان كان تداعياتها في العالم، في حرب موجوده في تداعيات كل العالم الحقيقه، فالدولة بتعالج ده أو الحكومة من خلال خطط ومن خلال تعاملات سواء عاجلة أو آجلة، مع الاستمرار في مشروعات قومية في الزراعة، في الصوبات، في فكرة الطرق اللي هي النهاردة بدأت تكتمل، ممكن تؤدي إلى أنه يبقى في ملف في الصناعة ده يتفتح مزيد من الصناعات وإدخال القطاع الخاص. إيه المطلوب؟ المطلوب أنه الحكومة والوزراء يكونوا على نفس سرعة الرئاسة وقدرتها على أنها يعني في طموحات، في فكرة مش الاستعجال، فكرة ان احنا بنخطط وبندرس، بس كمان يمكن الوقت مش سامح انه يبقى في توسعات، يبقى في فرص عمل، يبقى في القطاع الخاص، وازاي هندخله وندخله في الصناعة وفي السياق العام، ازاي وزارة الصحة تستكمل التأمين الصحي الشامل والحاجات دي، ازاي ملفات زي الوزراء اللي موجودين في النقل العام، في القطار الكهربائي، في المونوريل، في العاصمة الإدارية اللي الحكومة هتنتقل، لازم تغير ذهنيتها بحيث تكون متماشيه مع الرقمنه ومع الاتصال، ما يبقاش الجديد زي القديم. يعني اعتقد ان ده كله
مطروح امام الحكومه بتشكيلها الجديده. يعني هي مهام كبيره تنتظر هذه الحكومه او هذا التعديل الوزاري الجديد، والتاكيد على سرعه الانجاز والعمل كما اسلفت الاستاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.